الله أنت ولينا، فكن لنا عند الرجاء، فما لنا رب سواك نرجوه ليقبل الدعاء. فامنن يا رب، فامنن يا رب الناس علي، واجزل يا ربي بالعطاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتيجة البلاء، نتيجة الوباء، عندما يأتي البلاء الناس تضج إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والبكاء والتضرع والخشية والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وتستغفر الله تبارك وتعالى. ما هو الاستغفار؟ وكيف تتحقق مراحل التوبة إلى الله سبحانه وتعالى؟ هل أن التوبة واجبة أم مستحبة؟ بعض الأسئلة نحاول أن نجيب عليها باختصار شديد من خلال هذه القصة الجميلة. مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه سمع رجلا ينادي: أستغفر الله أستغفر الله. فالإمام سلام الله عليه قال: ويحك، أتدري ما الاستغفار؟ أنت تقول أستغفر الله، هذا تلفظ باللسان، ولكن لابد لك من عمل حتى يتحقق منك معنى الاستغفار الحقيقي. فما هي الخطوات المطلوبة من كل إنسان تائب إلى الله؟ ما هو المطلوب من الإنسان التائب المستغفر؟ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يعطينا 6 مراحل، 6 خطوات، بعضها بعد البعض الآخر نصل بها إلى مرحلة التوبة، مرحلة الاستغفار الحقيقي. أولاً، الندم على ما مضى. كثير ما يرتكب الإنسان معاصي وموبقات والجرائم ومصائب عظيمة بين خلق الله وبين الله تبارك وتعالى، فلا بد أولاً من أن يتوب ويتندم من كل جرم أجرمه مع الله ومع الناس. ثانياً، أن يعزم على ترك العودة إلى تلك الذنوب. يقول: أنا خلص، هاي هي، بعد تركت المعاصي، خلص بعد ما أفعل هذه المعصية. إذن الندم والعزم على أن يعزم في نفسه، يمتلك الإرادة والعزم على عدم العود إلى الذنوب والمعاصي السابقة، نعوذ بالله من ذلك. ثالثا، يأتي إلى الناس، أن يؤدي إلى المخلوقين حقوقهم. ما أخذ فلوس من فلان، ضارب فلان، حاكي على فلان، متكلم غيبة ونميمة وكذب ونفاق وسب وشتم. لابد أن يأتي إلى الناس، يقول لأمير المؤمنين، أن يؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى يلقى الله أملس وليس عليه تبعة. وهذه مرحلة ثالثة من مراحل التوبة. مرحلة رابعة، الفرائض التي ضيعها. كثير هنالك فرائض ضيعها في فترة الغرور والجهل والمعاصي، فترة المعصية، صلاة مطلوب، صيام، خمس، زكاة، حج، مظالم كثيرة للعباد. لابد أن يؤدي جميع تلك المظالم والحقوق إلى الناس. وهذه مرحلة أيضا جديدة من مراحل التوبة، أن يعمد إلى كل فريضة ضيعها فيؤدي حقها. بل فالإتيان بجميع الفرائض هذا أيضا مرحلة من مراحل التوبة. ثم يقول أمير المؤمنين: أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت. السحت يعني الحرام، اللحم الذي أكله، الطعام، تعرفون هذا اللحم ينبت إما على الحلال وإما على الحرام، نعوذ بالله من الحرام. فلو نبت اللحم من الحرام لابد أن يعمد إلمن، أن يعمد إلى هذا اللحم، يذيب ذلك اللحم. شو يقول أمير المؤمنين؟ فتذيبه بالأحزان حتى تلصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد. تروح الصوم بالبكاء بالدعاء، تحاول أن تذيب هذا اللحم الذي نبت على الحرام حتى ينشأ بينهما لحم جديد. وهذه نقطة جدا مهمة بالتوبة أعزائي، هسه بالصيام بدعاء. النقطة الأخيرة، أن يذيق الجسم ألم الطاعة. هاي المرحلة الأخيرة من مراحل التوبة.
المرحلة الأخيرة من مراحل التوبة أن يذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية. طبعاً الإنسان عندما يرتكب المعصية يتصور في نفسه أنه يتلذذ، ولكن في الحقيقة هو يتعذب. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً. يعني يتصور أنه يأكل مال اليتيم ظلماً، ولكن في الحقيقة إنما يأكلون في بطونهم ناراً في الحياة الدنيا. وسيصلون سعيرا، تكملة الآية القرآنية، قال أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية. فإذا فعلت كل ذلك من مراحل وخطوات، عند ذلك تقول أستغفر الله وأتوب إليه. إذن مسألة الاستغفار ليست لفظ نردده على الألسنة، بل هو عمل. والتوبة ليست مستحبة بل هي واجبة، وليست متراخية بل فورا. إذا أذنب العبد يجب عليه أن يتوب فورا من ذنوبه ويستغفر الله ويرجع إليه. اللهم إنا نسألك العفو والمغفرة والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، وصلى الله على محمد وآل محمد. الله أنت ولينا فكن لنا عند الرجاء، فما لنا رب سواك نرجوه ليقبل الدعاء. فامنن يا رب، فامنن يا رب الناس علي، واجزل يا ربي بالعطاء.